يقوم بالعلم أخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. تقول أنها تقرأ القرآن وهي حائض بقفازات. بالنسبة لقراءة القرآن لمن كانت حائضا وكذلك أيضا من كان جنبا، على الصعيد كان لا يمس القرآن فقراءته في ذلك صحيح، وقد جاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه كان يقرأ القرآن وهو جنب فيقال له في ذلك فيقول ما في صدري أكثر، يعني أن في صدري أكثر مما أنطق به، فأنا حامل للقرآن ولو كنت جنبا. وأما بالنسبة لما يتعلق لمس المصحف فإن مس المصحف في ذلك منهي عنه بالنسبة للحائض وبالنسبة للجنب. وإذا خشي الإنسان على نفسه، خشية المرأة على نفسه نسيان القرآن لطول أمد الحيض كالتي تحيض مثلا 7 أيام أو 10 أيام أو 15 يوما فيستمر معها ذلك، فتخشى في ذلك أن تنسى القرآن، نقول تقرأ القرآن حفظا لا حرج عليها ولو لم تخشى النسيان. وأما بالنسبة للمس فنقول فتتخذ في ذلك قفازا ولا شيء عليها بإذن الله تعالى.